صالح في هذا المهرجان الذي يكسب في كل عام الرهان ويثبت كل عام أنه يتأسس ليستمر؟ ما السر في هذا التوهج وهذا النجاح وهذا الاستمرار؟ يا أهلا وسهلا، رحب في العلاقات العامة واللي لهم دور كبير في السنوات الماضية في نشر المهرجان وتغطيته بصورة جدا جميلة ونقله لكل شرائح المجتمع. السر وراء تطور المهرجان واستمراره في التطور شيء واحد فقط لا غير، اللي هو فريق العمل. فريق عمل جدا مميز، يعمل بإخلاص، يعمل بحب لهذه المدينة، يعمل باحترام لسكان مدينة ينبع الصناعي، وبالتالي يخرج مهرجان الزهور والحدائق كل عام بثوب أجمل من العام اللي يسبقه. هذا العام حرصنا على تطوير كل أركان المهرجان بالشكل اللي يتناسب وزوارنا وسكان مدينة ينبع الصناعية وزوار المدينة، إضافة إلى بعض الأركان الجديدة والتي لأول عام يتم تدشينها في مهرجان الزهور والحدائق. نتمنى من أن نكون قد أحسننا ما فعلناه وأن ينال إعجاب كل زوارنا، وإحنا اليوم يعني يمكن في اليوم الثاني ونلاحظ عدد الزوار بشكل جدا مميز، وهذه الحمد لله يعني شهادة لأنه الكل ما عملنا والجهد اللي بذله فريق العمل في هذا المكان أتى يعني بنتيجة مميزة نقدر نشوفها على وجه كل زائر يدخل مهرجان الزهور والحدائق. مهندس صالح، الأصداء تتزايد في كل عام والصورة الجميلة لهذا المهرجان تصل إلى مناطق أبعد في كل عام. هذا الانتشار الواسع أكيد يضع على عاتقكم مسؤولية وحمل كبير في اختيار الجديد واختيار المذهل والمدهش للزوار في كل عام. ما هو سر هذا التخطيط للمهرجان؟ نبذل جهد مرة كبير ووقت جدا طويل في التخطيط وفي التصميم، يمكن يكون التنفيذ أقل الأجزاء المهرجان عملا، التنفيذ سهل إذا كان مخطط ومصمم بشكل مميز، والحمد لله يعني الهيئة الملكية تملك عقول وتملك مهندسين على أعلى مستوى في ما يخص التصميم والتخطيط والتنفيذ ولله الحمد. كل عام ممكن يكون ساعات البرين ستورمينج اللي تصير المهرجان الزهور تتجاوز الالاف من الساعات اللي نقضيها حتى نقدر نخرج بفكره نستطيع تنفيذها. احنا نعمل بتحدي واضح للمهرجان، لكل فكره تدخل مطبخ التصميم وتخرج على البلاننج تخرج على الاكسكيوتنج حتى نقدر نبرزها وننفذها بشكل يليق في زوارنا. المساء البارحه في حفل افتتاح المهرجان كانت هناك لمسة لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني، وهذه اللمسة تمثلت بتكريم لكل فرق عمل المهرجان ممثلة بالمهندس صالح الزهراني عندما أصر على أن يكون افتتاح المهرجان أو من يفتتح المهرجان هو المهندس صالح ورئيس هذه الفرق شخصياً، وأهداه مشلح بهذه المناسبة وبحضوره وحضور المحافظ أصر إلا أن يتم الافتتاح عن طريق رئيس هذا الفريق. تعليقك على هذه اللفتة. مهندس عدنان مدرسة في الإدارة، أمس يعني أعطانا درس في الإيثار والتقدير، بصراحة كانت لمسة جدا لها أثر السحر علي أنا شخصيا وعلى كل زملائي. التكريم أمس مو لشخصي أنا ولكن لكل فرد اشتغل في مهرجان الزهور. هذه رسالة حاب يوصلها أبو عايش لنا جميعا أنه يقدر الشيء اللي نسويه، وكل ما خلصت في العمل اللي تقدمه للهيئة الملكية أنا متأكد 1000000% إحنا حنكون أفضل بشكل أكبر إن شاء الله في السنوات القادمة، وراح نشوف أثر هذه المبادرة اللي قام فيها سعادة الرئيس التنفيذي إن شاء الله في المستقبل بعون الله. تستاهلون وتستحقون أجمل تكريم، وشاكرين لك في نهاية هاللقاء وتمنين لك شخصيا وللمهرجان ولجميع الزملاء التوفيق والنجاح في مستقبل الأيام بإذن الله تعالى. أشكركم، أشكر كل الشباب اللي موجودين في العلاقات العامة يقوموا بعمل جدا مميز، نشكرهم على التغطيات المميزة اللي يقومون فيها المهرجان الزهور. يعطيكم العافية، أنتم لكم دور كبير في إبراز العمل اللي نقوم فيه حنا في اللجان التنفيذية للناس. يعطيكم العافية، ألف شكر. شكرا مهندس صالح. وفي نهاية هذا الختام دعوة لجميع من يشاهد هذا التقرير لزيارة والاستمتاع بهذا المهرجان الذي سيستمر بإذن الله تعالى إلى 30 مارس القادم بإذن الله تعالى.